الأخبار العالمية والحقيقة الخبر ده أثار حالة من الجدل خلال الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو إمكانية رحيل محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني عن فريقه ليفربول الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والانتقال لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي زي ما كتير من التقارير الصحفية توقعت، خصوصا في حال فشل المدرب يورجن كلوب في الوصول بالفريق لدوري أبطال أوروبا. لكن رامي عباس وكيل الفرعون المصري خرج ونفى الكلام ده كله، وقال أنه ده هراء، لم يتم مناقشة الموضوع أو حتى التفكير فيه، وما جاش في بالنا من الأساس عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا عشان بكده يقفل كل الشكوك عند الجميع في موضوع خروج صلاح من ليفربول. لكن في النهاية كل شيء وارد. خلصت أخبارنا، تعالوا نروح دلوقتي للجزء الثاني من فقرتنا تعليق في